ثواته ترى نكذب ترى نكذب عاد يعني يعلق يا اخوان عندي 5G فل يمكن عندهم هم شبكات بس انا لك سؤال ايش كم من ضله وش الرقم اللي تحبه رد يا اخوي وقول الصدق والله ما عندي رقم حبه بس السؤال مو هنا السؤال انت ليش سؤالك كذا اول مره حد زعلان رقم ايوه وش افضل رقم ما ادري ايش افضل رقم عندك انا ايوه الاول مسوي اني انا راعي الرقم الاول يا رجال من انت تنافس اصلا انافسك والله انك تتعداني يا ابو الله يلعن ذا الراس تتعداني استغفر الله ترى صدق يعلق دقيقه خلني اتوقع اني نورت اي لا يوم الايام ببلكس 7 ولا عزال البقيه اوكي لا تتحرك يا اخي اذا سيارتك هذه بقربعه هذه يا اخي شوف الصوت بالله اسمعوا متى الكولكشن الجديد ان شاء الله في ما ودي اعطيكم وقت لكن هو في ديسمبر هو في الشهر هذا يعني احنا الحين كان كان احنا هو زعلك متى الكولكشن جاوب احنا الحين كم احنا الحين 10 ديسمبر قريب جدا الجوال جيب لنا لا بنزل الحين بنزل اصلا ابو انا اوصل بيتنا الحين انت مثبت على المكتب اللي ورا حسبت ولد ها انت مثبت لا لا قدر ميت ناطرين فقرتك يوم الاثنين على قلبي والله ان شاء الله ان شاء الله فقرتي للاسبوع هذا وش لي على قلبك نعني شكرا تراني ما اعرف امدح حرام اني ما اعرف امدح البيرفكت تفكك البيرفكت لن يسقط انما يا اخي احمد راح الجنوب ودنعه دنعه دائما مصرفه وينشب لي فلذلك وجميل برضه بحايل يا اخي قطع ثبت الجوال ما يقطع شوف جوال ما يقطع شوفه هني بوصل شقتي الحين وكمل يعني يسرع علي يعني المهم في الموضوع هذا انك فهمت على خشمه فهم كانت طق امه فلاش الحين نوضح لا حطه هنا لا كذي 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 والله اني الله يلعنك انك تحب اللي هابكني يا اخي حطني يا شوف 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 حطني ما ابغى كني اوبر ما ابغى ما ابغى ساتر فقعت عيوننا واضح انكم تشوفون في غرفه ظلام صح اوف حسيني مشتاق لكم اوف الظلام والله حسيني مشتاق لكم يا اخي كم لنا قصص الانبياء ايش تبغى اقول قصه ما نعرف والله اقول لكم قصص مش عاد جمدت ولا لا. والله يا اخوان يا هذا الشتاء يعني الصدق يا ولد بغيت اقول تغريدتي ليش ما ضحكت او ما تعرف السالفه ما جبت تغريده يا ولد في الشتاء كل جسمك دافي لأطرافك حرام يا رجلي الله يعزك يا علي ويعز المتابعين انها ثلج البس شراب ثقيل ها ثقيل ما معك والله لو البس ما البس لا شراب ثقيل دفي خذ لك تسوس تسوس جني ايش اسمه ايش اسمه جلوفز يا ربي الحمد لله بيت قريب متى يجي الصيف عشان اشوف بثوث المشاهير كلها ايش علاقه الصيف يلا الحين مشعل انت ساكن شرق الرياض ما ادري والله ايش بيهمك انا ما اقدر والله عشان ما يجيني ازعاجات وجون عند البيت لا انت ما بيجي ياخذ فنجان مرحبا اي والله شوف مجلس الضيافه فاتح مرحبا ومساء ضيافه تلاقي بوك اتخطك والله اجكيتي معنا ها؟ تكيتي معه تفاهمت فيها ما يلاق خوة يلا في شيء عب خوة طيب خوة ان شاء الله احنا قد حكوة هذا دخل صح؟ يا رب تبي شيء يا أسر عليك يلا الله يحفظك يا أبو مبارك كما الله تبي شيء عب الله تبي شيء الله يستر عليك ها؟ خلاص أكيد والله خلاص قفل بقى
شف هو المقصد ضحك طلع منك طلع والله انه ضحك ضحك محتوى محتوى ما نسينا احنا صناع محتوى ها الموتر يمشي يمشي الموتر الله يلعن كل حمار بس نوقفه تندم على الحرق ابد ان شاء الله الله يلعن يا مشعل انك بوي بوي راقد في المشهد بوي راقد بوي راقد بوي راقد في المشهد خلاص 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 بروح بيت شوف بيتنا وضع بيتك بيتك مني مو هم منك امشي يلا ادخل لا لا ادخل منك مفتاح ما معي مفتاح به اتصرف كيف هذا معكم ثلاث يوم ما ترى في كاميرات انت بالعمرك ها ها شوفها تصور كاميرات عندك لا تسوي اها بوي راقد خلاص بوي راقد طيب انقلع تبي شيء وش بجيب لك شيء بالبيت مثلا والله تندم على الحرب يا رجال راسك الساعة بس انا بنعشق بيك طيب دقيقة دقيقة بوي راقد هنا سيارته هنا يراقبها كل يوم ترى حاطينا هنا جسمه حاطينا هنا قال حبيبي وين انت سمعليس شارس ماجورة سلام المهم حطه هنا تحفة دقيقة بطلع فوق ايوه ليه برا هو يحب يركض في المشط عنده حي الله الشباب عدنا والعب يا احمد اخباركم الله يا زين الراحه ويا زين شقتي وما ازين يا شقتي كم حلوه حرام منها حلوه 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 يلا الحين سولف نبغى علوم نبغى مشاكل نبغى مضاربات تعبت دقيقه دقيقه خليني برتاح شوي برتاح برتاح استغفر الله والله ان اللياقه يعني اللياقه ما هي بزينه ايوه يلا حيهم الكاميرا تهتز كيف تهتز ما تهتز وين وين خل ندخل مع ايش اسمه نلعب في حسبته ذا اسمه فوزوني منعوني يفوز علي ويحكم علي طال احكامها احكامها غريبه طيب خل احنا ندخل مع بسام دقيقة شلون أدخل مع بسام؟ فكك إي والله فكك أدخل مع عبد الله خماش طيب للحين يا أخوان والله ما عرفت كيف أدخل في ذا والله سولف علينا طيب هني بعطيكم علومنا امس في الكشته يا ولد امس اقسم بالله يا رجل امس الكشته يا ولد كذا جميله فيها كذي اللي ما ازينها عرفتوا المهم رحنا والله كشتنا كلمت اخوي قلت اسمع اعطني موترك فين رايح والله كشت بالفجي ارجى الموتر في العالم والله مرتب العفش وعلى اثمامه والله ونسمر هناك ونعيم الله خير الكلام يوم جاء الصباح اوه طبعا ذيك الكشته كلها كذا بس مبسوطين يعني دنعه يتكلمنا على قصص قديمه في العصر العباسي يا اخوان دنعه
هو يعرف أمس إيش كلا ما يعرف فيكذب يهبد علينا. يا واحد يعطينا كذبة والثاني يزيد يكذب. أنا الصدق أفضل واحد أكذب صراحة، مو مدحن فيني، بس إذا جيت أكذب في سالفة أخليها حلوة صراحة. يعني إذا كنت صادق ما هي تطلع حلوة، لكن إذا كنت كذاب يعني لها لذة لأني أبحر تطلع حلوة ما شاء الله فخور. لا يا خلود مو بعين كذا، شوفي مو فخور. لا محمد السبيعي يقول كذب مو زين، أكذب واحد في العالم والله العظيم إنه محمد السبيعي، كذاب درجة أولى يعني يتفوق عليه في الكذب. تقروش والله تقروشت كيف. لا لا اسمها بهارات ولا كيس. أدري يا عبد الله انت ايش قومك في الظلام؟ عبد الله انت حاط صوره عرض داخليه انترا. الله يسلط عليك. لا والله انه هو اللي حاطها يا باقي في الصندوق ما قدر ينزل الغالي. والله يا ولد انا من يوم اشوف ذي اقول من هو من هو ذي من هو ذي. طلعت انت ليش تحط هسه ذاك اللي يبث عند خلفيه سياره؟ ما كلمتك حبيبي ابو مرعي. تعرف ولد عمك؟ اسمع عبد الله من اللي معك؟ ابو مرعي كملها كوكسا. خلاص خلي الموضوع بيني وبينك ابو يا عبودي جاني بتاع. يا حبي علومك يا ولد العم. الله يلعني لبلك كذا الحين. تعقب في لحيتك يا رخمه. ورب البيت طلاق لبل. ورب البيت والله انك ما تقدر يا احمد حنيف انك ان يدك ما تشيلك. دقيقه عندي سؤال ليش تقول احمد حنيف؟ ما ادري احسك كذا يعني احمد حنيف. احمد ما تجي احمد حنيف لازم. لا ادعى خنفش. خنفوشي يع والاسم. انت كنت ملقب بخنفش؟ علمهم ايش كان لقبك. ما كان يا ايش اسمي خنفوش. كنت عينه من حقين السرى. ايش كان اسمك يا عبد الله؟ عبد الله 505. مراهق انت. كان اسمه فتاة قحطان. غش شو اسمه؟ جولة كذا ادخل جولة؟ ايوه. كيف ادخل؟ احمد ايش الفرق بين اهداء والضربة القاضية؟ الضربة القاضية يجيك شوية بس الجولة لا تلعبها، العب الثانية. اهداء هذا زي التيك توك. اهداء طيب يلا. اهداء علومكم يا ولد مشتاق لكم يا اخي. والله ابو مرعي يا ابو مرعي حياتنا زي الزفت يا ولد. مرني في دورية مصندقة مصندقة. ما ادري يا ولد حياة بقعة. طيب اسمعوا كبده الولد. والله العلي العظيم يا اخوان ان عبد الله خماش وعدني بسديريه من كتره ولا الحين ما جابها لي. والله ان عبد الله خماش وعدني بسفريه وحن في القناه ولا وداني. لا هو ما يقدر يسفر عمره عبد الله خماش. ما وديتك وسفريه العلا صح يا ولد العمه كانت على من؟ اسمع سفريه العلا يا ولد العمه. اسمع يا حليل دنا اشترك اي ازيدك. اسمع دنع الغبي يوم شاف في سفره جاء معنا في جروب خماش تنقد مع احمد رحي. دنع يكلمني بعد البث. اسمع عليك وجه الله انت تجي معنا. قلت لا والله ما اجي. كان في امي تجي. اسمع بالله يضحكون بالله. الدبل يا عيال من اللي دعمني في راس. ضحكوني تكفى عيال. ضيفوا في راس والله يا ضحكنا. انت خماش عليكم وجه الله تضيفون في راس. مشعل ورب البيت انها اول بث لي توي فتحت حسابي. ايش عليكم وجه الله؟ انت نظامك نفس اللي ما يلزمني يضيفه ولا كيف الوضع؟ ما فهمت الذبح. هذا مشعل كذا اللي ما يلزمني هدفني يدري ايش يا العالم من النظام. انت كنت ترى يا مشعل يعرف ماضيك. لا تسوق امه ترى كنت تسوي نشر يوم الجمعه تبادل نشر. اصلا تدري كيف دعست؟ كيف جمعت اول 10000 حساب؟ نزل كودك كذا مش عارف نزل كودك كذا. والله صدق خلينا نرجع الماضي. تدرون اول 10000 انستغرام كيف جبتها؟ فولو ان فولو تعرفونها النظام ذاك كذا. اي والله يا طايف 900000 لعبت على الناس. كنت ضايف 1000 او 2000 اضيفهم كذا واحذفهم كل اسبوع مره بعدين يضيفوني بعدين احذفهم. طيب عادي اقول لك حاجه بس ما يعني أربو!
يلعني لا احكمكم يا اثنين وعينك تشوف ذا الحين. مشعل اول بث يا مشعل ايش فيك؟ الياقوت وعينك تشوف يا تعبان. يا ابوي انا مالي دخل. الله عني انك معه انت. انك انطع الفكره. خرجوني اضيف ليش تضيف بنات؟ احللها دفع 800 دفع في راس. اي ضفهم ضفهم اكيد يعني. ايوه خليني اضيف. يا مشعل. شوف دوار السراح كنت كاتب سنابي فيه. ويضيفوني يحسبوني كذا لكنهم طلعوا في ابو غماش سكت علي بالله يقول كذا لا والله اني امزح والله انك انا خس شوف اني امزح ترى 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 عليها مخالفه اللي يكتب لا 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 كنت اسرق كنت اسرق صور من احد الشباب سلمى اي 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 الله يكبر عليكم تغيرتوا علي يا اخواني قلت لكم تعرفون ذا الحركات والله ومسخل يا الله يجعلها ترحب يا عيال شدوا يا عيال لا يفوز والله اول طبعا بحكم عليه اول حكم شغل اللمبه طبعا اول جوله مع مشعل وانهزم ترى دايم كذا انت تخسى في صبه وجهك ما فاطمه نوره نوره انا ما نوره طيب اسمع ما لبيه يا اخي بتضحكوني يا احمد هنيه بالله يضحكني خلي احمد هنيه يضحك والله نسينا يوم كنت امرك ونقول بالله يضحكني وتضحكني كذاب خذاها منك مرني قال ضحكني مسوي مشعل كنت طوا قال لك ايوه وانا يوم قال ضحكني حسيت نفسي حفله اطلع مع الطاقه هسه مشعل اطلع مع الطاقه عند الراشد اذا ما شو كذا ناس بس ايش وداك الراشد كنا نفرح لك انت عبيد اقسم بالله يا تلاوتهم يا تلاوتهم انها رهيبه موقع احمد هنيف كنت مشارك في فيها صح؟ ايش هي؟ انا كنت في حلقه تحفيظ صدق كنت في مركز صيفي اي والله يلعب شهري في المدينه ما يعرف عطني اثنين شاي ساده هذا اللي على خط السود يا ولد بعد الصلاة بعد الصلاة يجي ابو احنا قبل ما تاخذون اربع اجزاء هيا ناخذ لنا صفين يلا جاهم ذاك من مصر يبغى يعلمهم القران طلع عارف الموروث الشعبي الو هذا والله من طيب اصله ابو احنا يعلم ال من خبرك ومن زلابتك الزلابه من بين الشاي يا ولد اللي خذيته يا اخي ضحكني الله يلعنك ضحكني ترى اليوم قاعد اسلك لكم كذاب والله انك ضحكت اسلك تعرفني يا احمد حنيف ضحكتي بالتسليك كيف يعني ضحكت بالله غير ضحكتك يا ولد ابغى اطلع لضحكتي صوت ما عاد عرفت المصحف يوم يصورك اي ذاك اليوم انه مره سيء واو ضحكت صدق يا اخي والله اقسم بالله العظيم يا اخي ابغى لي ضحكه يا اخي ماني اعرف بنسكن عندي لا عيب لا لا عيب انك تسكن عندي عيب الرجال اذا ما دعا ما نتكلم انا مجالس عبد الله انت عيب انك تسكن عندي اكيد رجل يسكن مع الحالي حال انت لحالك ايوه ما انا والله اني اقدر وضع المتغربيه الحكم الاول اسمع الاول بالعالم الحكم الاول مشعل يا ولد العم احنا الحين في احكام الحكم الاول يا عبد الله خماش والله ما تحط اني احاسب من ذا اليوم الله يعيننا والله انك تحسب ما في فيزا انقرا انقرا خلاص بالسبب الثاني ها مرفوع انا اللي حاسبت احمد ايش يعني بي جنبك يا غبي بيسمعني يا عمار يا شباب الحكم الاول الحكم الاول ها ربي احمد دقيقه بالله خلنا نجيب بسكوت يا شيخ يلا يا ابو هنيك بداك سمسم يا سمسم اسحب يلا ها كان في بنزين عندك في الرنقل لا في بنزين في بنزين عطني احكام
تعرفني أحمد، ماني أعرف أقول أحكام بسرعة. أنت تعرف تفكر. من الأول إحنا عند شاهي يحاسب على أي واحد بيجي يحاسب عليه، اللي بيجي ورانا يطلع. أخذها على ثني يبشروا بالسعد، عارفه. أنا قفلت الباب الآن. يبش أي تكيف الشنطة. أي خلاص خليه يجي، خليه يجي بحكم عليه، خليه يجي. كم الشنطة؟ إيه خليه يجي. بيقعد يتمني. الحكم الأول. كيف كذا الله يسلط عليك؟ كيف؟ والله هذا الحكم الأول. كيف كذا؟ الحكم الأول. أرجع والله هناك. الحكم الأول. والله. هيا ما يطيح. الحكم الأول. الحكم الأول تجلس تجلس في الشنطة حتى تطلق. يا أبو مرعي يا عيال ورب البيت إني أكره هذه الحركات. أنت قلت ما في حاجة وأنا. عبد الله الحكم الأول التكي في الشنطة ويفر فيك أحمد هناك. الحكم الثاني ركز معي عبد الله، خلاص ركز معي. الحكم الـ الحكم الـ الحكم الثاني احمد عندك احكام يركب هذا الحكم اللي عندي. طيب هذا الحكم الاول. الحكم الثاني، الحكم الثاني تعطيني سديري من كتره يوصلني بكره. من عيوني ثنتين يا ابو مرعي، انت وحلالي مالي يفتح. يوصلني بكره، ما لي علاقه بالله يتنفذ يعني. الحكم الثالث يا طول عمر السلامة. مشعل تجلس وانت تجلس بالمقلوب جولة كاملة. انا اعرفك وتعرفني، طالع هي وطالع فيك عشان افهم القصة. ها مطر عندكم؟ هو اسم مطر مع رعود، فيه رعود. يلا 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 ادخل نفذ نفذ بسرعة. ايش الحكم اللي تبغاه؟ الحكم الاول التكي جولة كاملة وراء في الشنطة ويفر فيك احمد. والحكم الثاني؟ الحكم الثاني تعطيني سديري من كثرة اللون ذاك البرتقالي كذا البني. ايه توصلني بكرة، ما لي دخل بكرة. بكرة تجيك ايش مقاسك؟ مجي ابن عمي لا تقعد تخاوي داوت، تعرف معدني انا طيب والله. بكره هي عندك، انقلع ادخل جوله ثانيه. يلا يلا احمد. متى جاي الرياض يا ولد؟ ايش رايك توقف وقف وقف حب نروح الشقه وبعدها بنروح تشوف يا ابو مرعي ترى احنا رهيبين، اذا جينا الشقه رهيبين. ايش؟ الجنة شقتك الغبية اللي لدها ازرق. ايه اللي ما ادري كيف انت عايش فيها. ترى المظاهر ما ياكل شيء. اللي من برا لمبة حمراء. كنت ابغى محل مساج لكن. غرفة النوم ايش لونها؟ اخضر. جني سبعة. جني. تعرف غرف الشيبان ذيك؟ ايوه. خلاص اسمع. طيب عبد الله خماش. احمد وقف. ايوه خلي احمد وقف. احمد انا في درجولك احمد يا اخي، عليه يكلموه احمد. الله اكبر عليه، شوف هو بيوثق حسابي وحساب مشعل. فين واحد يكلم واحد؟ اسمع وثق لي بالله يا ولد في السناب، والله صانع محتوى بمن احل القسم. كنت بتكلم قبل شوي انا واحمد. ابشر رزا. كنت بتكلم انا وشي احمد لكني عرفت ما ولد عمتي الصامل هو اللي بيتكلم معي. وايش فينا انا وانت يا مشعل واحمد؟ احنا ايش فينا؟ اي وايش فينا؟ ايش فينا؟ اشتراكاتي 200 مشعل عطو. بس شوف انا بالنسبه لي ما تهمني، اما جاتني ناجي مثلا على الكتف ولا خلاها تمسي، ما يبلي ذي الامور. طال يلا ابوي احنا منجمين اسامينا، منجم احنا اسامينا. اي والله ترى النجمه هاي عرصيني فلبن النجمه في السناب ترى والله ما هي ترفع.
ولا يبتنك بس انها ملعونة ثلج دافة تخليك تروح عند اهلك وانت تقول هاشيني وصل اربط حزامك وهمنا بالرقم وصلنا لكن بالنجمات ما بس اربط حزامك تكفى ابشر يا ابو حنين يا ريت والله في مرشدين في ناس يسبوني يلا على وجهي بنا احط مرشدين طير يا طيار يا ولد نوره طير يا طيار اي والله عقل سير يا قوت شهد ما معك فوز يا عبد الله والله ما معك الله اكبر على ذيه اللي عندك ما شاء الله يا حليل اقول ما اذا ترى خماش طعم ما هو توها اول بث هلي يبقي هذولاك اللي انت خابرهم الله والله ما انت بصوب فوز مره انس من الموضوع كيف احط الله طيب انا يا عبد الله طيب عبد الله كيف جو الجنوب يا ولد ابغى اجي الجنوب يا ولد تعال جالي سوا يا فراس مشرف لا تجي لا تجي لا بيجي ايش نعم من شغله لا تجي ليه يا احمد ايش لا كيف شوف كملك في الجنوب الغاء اسبوعين يا احمد خلاص انت حطيته مشرف ايش لك في الجنوب اسبوعين اكثر يعني كم 3 اسابيع بالله عليك ضحكت من قلب احمد حنيف انتبه ضحكت من قلب حطيتوني بين نارين الحين اخي عبد الله خماش ثقيل دم معلش خلنا نتكلم منطقي ثقيل دم ما هو يضحك يعني بالله كله مضحك عندنا ما ادري ايش يسوي نفسه خبل مو ضحكني يوم حن في الرياض يوم حن في الرياض بدون تصوير سنابات عرف اللي ضحكني بوي عرف ان ابو خماش حافظ والله يا اخوان والله صدق طلعنا مره انا وعبد الله خماش يوم جاء الرياض بس ما صورنا يعني في الحقيقه كذا ما ادري ما او شيء ما يضحك يسولف واجد ايش يعطيك مساحه انك تسولف يصير ماسك الجلسه في ذمتي في ذي اني ما اقول هكذا بي في ذمتي هدى بس والله شفت الهدر ذيك اللي ما ودك انه يسكت هذا هو عبد الله خماش طلع شفت اللي يلطم كفه يحبك هذا هو هذا الوجه يا بدر آل زيدان يا بدر آل زيدان حق بداية الله يستر على زيدان مشعل اقسم بمن احل القسم اقول لك كلمه حق خذ الكلام من ولد عمتك اللي يحتمي في طاريك شفت طاريك يحتمي فيه والله ما يلحقني شك يا عبد الله رب البيت حبك مثل حبي النفس انك قوي في كل حاجه علي الطلاق في كل شيء يا اقوى واحد في الكره الارضيه روح الله يرفع قدرك يا عبد الله والله اني احبك ابو مرعي مرحبتين ايش اخبارك الله يسلمك يا احمد ايش حالك لب والله كيف اجواء الرياض ايش اقول احكم والله ما عاد تحكم يا ولد عمي والله لا احكم عينك تشوف الحين اسمع خلنا مع عمتي وخل الخريط ذي اسمع الحكم الاول تقلب كل ملابسك الحين وتجلس معنا جوله كامله تقلب الثوب لا سديري دبل فيس ما يمديك تقلب كافو سديري دبل فيس ما يقدر يقلب ما تمشي لا اقلبها عادي اسلام هذا الحكم الاول تقلب ثوبك هي تقلب ثوبك حقتي يلا نفتر بس اني بروح انا ها صدق ها ودني سياره يلا 7 الحكم الثاني تسوي شوف هذا الحكم لازم تركز فيه لازم تنفذه بكل رهيب ايوه تسوي 10 حركات تصرمه بدون هو كذا يلا حركات كلها هو يصرمه من غير شيء يعني 10 حركات تصرمونا يا بير فكرة بسرعة بنزل لكم إن شاء الله ننفذ الحكم الثاني أنزل لكم جرعة من دايري ثقيلة مرة طيب هذا الحكم الثالث غبي يكتمنا ويسول غبي سلام لا عشان يسمعون زين بس عندكم ازعاج السيارة الحكم الثالث عند ابو حنيف الحكم الثالث ينزل وبدعسه
حكم ثالث انا اللي ادعس ابو حنيف، انا اللي ادعس ابو حنيف. انت تعرف يا مشعل هذا تويتي نقار الخشب وخشم الكل. يلا يلا بالله 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 نفذ. يلا ايش انفذ؟ خله يسوي ابو حنيف. ثالث بيدعس عليك بالسيارة اموت. لا لا اسمع اسمع شوف هذه الاولى قول ايش من حركه الحكم حق قصر. لا لا يلا يا ولد يلا يلا الحكم تسوي ابو شاب هناك. وحنيه يلا يلا شوفني وقفت يا مشعل ترى حنيف رب البيت انه يشوف اني قبل انبثحن كنا نحب. اسمع اسمع الحكم الثالث الحكم الثالث الحكم الثالث تشغل اغاني قديمه وتطلع مع الدريشه نسوي نفسك كذا جوك حلو. لمدة اغنيه كامله اغنيه كامله. لا ايش رايك احنا بالسياره شغل شغل والله والله انه حكم. لا لا تفتح الدريشه يا اخي حكمك رهيب عبد الرحيم يعني نحس الحين دولاك عرفتهم اللي انت كنت نفسهم زمان. لا لا ما كنت زيهم والله الكول كدش كذا وكابرس. لا لا هي حركات اللي يسوونها الحين كانوا معينه كذا عرفت. يلا كانكم انتم في كافي خلاص كانكم في كافي ويعني اسف لكن يا مش كانكم كذا من الجنس اللطيف. ما عليه ما عليه يلا خلاص وكان احنا دولاك العينات عرفت كيف. يلا ما الثاني كمية هائلة من الصرم تجيكم الحين. هذه بالربع يبيك ولو بنجي الحين بطلع من عند ما نسمع الحين. وقف 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 بنات تحتاجون شيء وقف. هذا دار رعيها عرفتوا. هذه جرعة يا أخوان جرعة انبسطوا. لازم شوف في الشهر لازم تعاقب نفسك. الحين أنت وصلت عندي فلازم إنك تعاقب نفسك بكمية صرم تشوفها. يعني صراحة ناخذ سنابي وتسكت. هو طبق حكمين ترى حكمين شبكتك وخذت سناب وصرم صرمته كلها الحكم الاول والثاني. يلا يا مشعل اسمع بس مين اللي متشبك في هذه اللحظة انا ولا انت؟ انت اللي على الطاولة. اي وش تبغى يعني من والله ما ادري تري عجبت من نظرة بس ما ادري بس يمكن تشوف العكس ما تدري. انا عجبت من نظره ما ادري انا احس بصير العكس الحب من اول نظره. يا اخوان ارسل لي هادي يقول دخلوني ما ادري وينه. هادي فك الحصان. ايوه يا اخوان خلوه يرسل لي هادي خلوه يرسل لي بث من جوالك وندخل واستعان بحركه. لا لا بنكمل. والله انها خاطره انها ماشي. الله يجعلها ايه مش الله يجعلها بعمري يا ابو محمد. اي الله يجعل بعمري انا.
وقتنا اني يوم تاخرنا عنكم وانتم في الطاوله. ها يوم تاخرت عنكم وانت في الطاوله. لا لا انا هنا الجو الكومنتات كانوا هم على الطاوله. منعي منعي صاير حساس بتدخل احد يا ابو مرعي. هادي هادي اصبر يا اخوان كلموا هادي خلوا يدخل. ايوه والله ما نفذت زين يا عبد الله بس بنمشيها. والله ما نفذ والله ما نفذ والله لو انا اي جيب جيب الجو ما يمغط. وين اصبر دقيقه كم نزلت لك الياقوت الله يسعدها كم كم نزلت لك ايش كم قطعه فيه؟ بغض النظر تراك في كفه وناس في كفه يا ابو هني. يا ليل ام الليل امكانك تبغى تفوز بالجوله افوز لكن لا بس ان نزلت لك دعم والله ما نفذ والله وسوى حركات قله ادب لدرجه اني ما قدرت اتكلم. قدر الدعمي لا تقدر يا عمار ايش سويت يا اخي حظ امك ايش سويت انا طبقت قدر الدعمي لا 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 انت انت اصلا دقيقه دقيقه انت اصلا ما نفذت الحكم. اسمع عبد الله خلينا نتهاوش خلاص طيب بس احنا عاد تفتيش يمكن نطلع ترند انه احنا وبعدين ندخل على الشو حقك يلا اوكي الا نفذ الحكم ما نفذ الحكم ترى ترى نفذه بطريقه غير اخلاقيه صراحه مش على بلا حركات ترى في الليل الا طبقنا لا 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 ما طبقنا الا طبقنا طبقته بطريقه ثانيه شوف وغلطت علي في وقتها لكن والله العظيم اني ما شفت في خاطري لكن احتراما لك قدام الناس انت غلطت علي يا عبد الله قلنا لا لا انا اعطيتك حكم نضحك منه لكن تجي وتجيبها بطريقه غير اخلاقيه ما ادري ان كان هذه يعني ما ودي والله اتكلم بامور ثانيه لكن فدا 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 والله انا عوافي يا ابو يا اخي كمل على هوش يا اخوي اسكت الحين في تفتيش خلني اخلص بعدين امشي حسبت بدينا حسبتك خلصت لا تضحك يا اخي فكك هو وقت العب اسلم نعيد نعيد ايه وشوف ملعون جدف اللي بيضحك والله ما اضحك ممثل بارع انا شغل لمبه شغل لمبه يلا اوكي انا بشغل ادخل جوله ما وراني شيء اي والله ادخل ادخل عشان احكم عليك حكم وراني يا مشعل انا طبقت الحكم اللي قلت ادخل جوله ادخل جوله الحين وبعدين انت عالم طيب الحكم الثالث اللي انا حكمت عليه انا فزت اذا فزت ترى تطبق حكمين صل على النبي صل على النبي الله يجعل كل شيء فداك يا عبد الله صل على النبي يا رب انت انت انا فزت عليك وحكمت عليك حكم قلت لك نفذه نبغاه بطريقه ضحك وشيء يضحكنا ويضحك المشاهدين عشان نطلع بمحتوى حلو لكن تجي وتغلط علي تشبهني بتشبيه انا ما بقولها الان ولا رديت عليك في وقتها احتراما لك وللموجودين ولا والله العظيم ما يرضى باحد وان عليها حق يا مشعل مشعل بقول لك حاجه يا مشعل يا مشعل جعلني فداك يا مشعل صل على النبي لا لا الواحد يستحي يا عبد الله يا مشعل بقول لك حاجه لا تقعد تدق بالكلام ولا حاجه انا اقول لك كلام وركز معي فيه طبقت الحكم وكان بيني وياك مزح اذا بتشخص المواضيع كذا فجاه هذا شيء راجع لك يا مشعل لا لا المزح مو كذا تنفيذ الحكم انا معاك مو كذا يا عبد الله يا مشعل قدام العرب مو كذا ان كانك تشبهني بالله يا مشعل صل على النبي امنعنا لا تشخص المواضيع والموضوع كان حكم وضحك وطقطقه اذا انت تبغى هذا الشيء كانك ترضى يا عبد الله اني اشبهك اني اشبهك بالبنت فرض لا لا لا, لا, لا. وش البنت وش البنت يا مشعل ها اختي وامي وكل شيء لكن ما تشبه يا اخي خليني رجال والامور طيبه لا تشبه يا ربي خليني رجال بعدين تجيبها بطريقه اشمئزازيه شبكني وما شبكني يا اخي استع على وجهك ان كان بسعه يلعنك الله يلعنك يرخم كل شيء بطريقه انا لا والله مو ممثل بارع والله اني ممثل بارع لكن يوم العمي ضحكت صل عني روح مشعل روح سيده يسار مشعل لو كملت والمقطع انتشر ما هي حلو في حاجه ما هي حلوه لابد اني اضحك من ها ما هي بحلوه لك اصلا ما هي بحلوه لا لي ولا لك فيني يعني رجعني فداك يساري وهجعني فداك جعني اخذ ضيمك مشعل شوف ذي الريس حق تيمنا يسار قد هو الريس الريس ما تعرف من هو الرئيس؟ أنت كنت الرئيس كيف صار هو الرئيس؟ هو أعطاني كيس عودة وإني أعطيه والله الرئيس حقكم أدنى ما لا يجيب على طول يا خبيب
ريس كذا يدخل من المعلمين من تحت البيبان صغير مره راسه صغير، حتى بعض الاحيان يمكن ننفع نستهلكه في الامور العاطفيه تحسه يعني ينفع قصير وعمرها يعني والله القصيره فعال والله القصيره فعال والله القصير يمين كلام ما يديتها بين الرياجيل انت يا رجع هذا ردك من وعرفت فطشت ايه هذا فطشت اي والله انا وهو مليان طحين ايوه يلا يلا بدك نقفل وندخل من حسابك لا 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 أنا لا, لا والله والله خل انا لا والله لا والله ما لي شيء والله احمد احمد يلا يلا جيب جيب هادي وشباب شوف 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 السناب شوف السناب مفتاحه في السياره كذا في شوف والله ياخذ احمد شوف السناب احمد اركب بدك تركب لا الله يجعلني فداكم في راس ضيفوا في راس يا جماعة أول داعم لي من يوم فتحنا اللايف والحساب ضيفوا مشعل دقيقة بس فيها أسرار بيني وبين أبو حنيف أنا بلهيهم اسمكم يا شباب أقول لكم أيوة يا ولد والله طفشت ما عندك مستوى أنت والله طفشت هذا ثالث فوز لي يا اخي صدق انت ما تستحي على وجهك انت حسيت اني ضعيف كذا سيء انا فداك طيب هذا مستواك طيب ايوه بس اول يوم ابث حليلي اسمع اسمع من من اخويانا فاتح ماني ضايف ضايف الشباب بس انه ما هم يطلعوا لي هنا يا اخي لا متى وانا اعلمكم في هذا البرنامج حنك التقني يا ابو حني روح خذ حسابه ايوه اليوزر واضغط ستريمرز اروح اكتب يوزره واكتب يوزره بعدين يجيك و والله لو انه بيحول لك شفتوا الكلام اللي قاله بالله يقولوا لهادي خلوه يكتب يوزري يوزري سهل بي اي بي اي اكس حفظته قد حفظته من كثر ما اكتبه عشان ارسل لك ابو مرعي الحين ما يقدر الحين في جوله لا لا الله الله يعزهم المتابعين مديكم ولا ما اروح انا ترى انا وياك مش شيء الواحد يعني ما يحتاج يكتبونه ال شكرا يا فراس شكرا انت اكتب ما اقدر انا في جوله يطلع لي اني انا في جوله ما اقدر ادخل لونا الهادي يسوي ايه خلاص تن احسن لان احنا في جوله فراس موجود ولا نراكم اوكي متابعين اوكي يعني احنا نمون على بعض عليكم وجه الله تضيفون فراس يا قوي يا قاده فراس معنا ولا نشوفك شيء بنفوز سجل ملاحظات اول داعم في حسابي فراس طيب الحكم الاول سويتوها صح؟ طيب عندي فكرة عندي فكرة عندي فكرة أنا الحالة أحكم حكم يضحك يضحك طيب الحكم الأول يلا الحكم الأول يا طويل العمر والسلامة أعطيك حكم إيش تلقى حكاء ما فهمت لا أعطيك حكاء لا دقيقة أحمد لأنك ترى بحكم عليك ذي الحين ترى من اليوم أنا محترمك يا أحمد يعني تبغى أحكم عليك أنت ثق في أحكامي ودائما تقول أعطني أحكام صح الرجال حرية وباقي الناس عارية يا أحمد هنا تفضل لا الرجال مخير ولا هم سيء وأحكام أحكم بالنيابة عنك طيب تراها تبان رداوة الواحد ولا نوب عنك إلا في طلاقة يا أبو مري وهذه طلاقة أيوة نضحك يلا يلا الحكم الأول وانا ضخام اكسبنا اثنين ولا كل تبن الحكم الاول تنزل تسوي حكم السلطعون وش هو يا حكم السلطعون بعلمك بعلمك عشان ما تقول شيء أيوة. لمده دقيقه الحكم الثاني تقوم وتجلس لمده 30 دقيقه يا اخوي التيك توك اول ما بدا طيب. الحكم الثالث الحكم الثالث طبق الثاني احسن لك لان الثالث صعب اقوم مجلس إيه؟ فيها حاجات ما هي بزين لا والله مش على تو متعرف عليك قبل 3 شهور انا اعرف كذيك الايام ممكن تركب صوتيات ومصاخه تقعد عيده لا لا والله ما فيها شيء بس بشرط انك ما تولع حاجات شيء ما بولع بصراحه ايش كامل انا اللي اقعد اطبق احكامك معي لا لا هذا حساب الله وجهك يا اخي انت يعني انت سوالف تهدر وفي الاحكام تهدر وكل شيء تهدر يا اخي نفذ يا لو انك خذيت الحكم من راسك انا احمد حنيف الشيء الواحد يا اخي ايش بك دقيقه يا اخي ما ضحك يلا قوم واجلس يلا 30 مره
امشي يلا امشي. واحد اثنين ثلاثة امشي ما عاد عبد فمك إيه. هذا ورع ذا كيف اقفل البث؟ كيف اقفل البث؟ والله مد حنيف صاير مرة كيف اقفل البث؟ كيف اقلب؟ كيف اسوي؟ اقلب وجهك مضاد يا اخي دزمها يا البدراء استغفر الله هي بين الضحك بس انه يعني استغفر الله طيب اسمعوا اسمعوا خلينا ندخل مع داش اسمه مع هادي هادي فين هادي والله اني مشتاق لله ياخذه طيب دقيقه هادي بالربع شوف يطلع ولا لا تشوفون يا الربع مش عم استشفر اي والله اني مستشفره بس انه طلع كذا غريب ما حد يطلع لي يا مسلمين ما حد يطلع لي هنا اتوقع لازم يضيفوني اتوقع بسام مو ضايفني وهادي مو ضايفني اكتب يوزر هادي وشو يوزره وشو يوزره اعطونا يوزر يا الربع متجابر ضايفني اي بس ما يطلع لي يا مسلمين ايش بكم ما يطلع لي هنا ما ادري ايش بدا يطلعوني ناس ثانيين يعني ما يضايفهم عرفتوا يعني جايز اكتب اليوزر طيب ايش اليوزر ايوه هذا هو دقيقه خلاص خلاص عادي ترى نصيح لبعض عادي اصبر اسمعوا خلنا احنا نجلس وهم يرسلوننا كلنا نرتاح ايش رايكم مون على بعض صح ارتاحوا هم يكتبون يوزرنا عن عرفتوا ما عرف صرفه لا لا يا اخي ما عاد فيني من كتب عرفتوا لا لا اسمع عشان يعني ناخذ راحتنا هم يصير هادي ولا بسام ولا محمد جابر يكتبون يوزرنا ويجون ترايكم حنا نجلس كذا نجلس عندك كبرياء السلام عليكم اي شوفهم شوفهم معهم ارحب يا شيخ حرك ارحب يا ابو مرعي ارحب 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 انك دريت ان 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 اللحيه الغانمه اللي تستاهل الترحيب انك انت ارحب استعد ارحب اشهد انك تستاهل الترحيب يلا حي ابو مرعي اشهد انك تستاهل الترحيب لا قلت ارحب لبا كبد لا قلت ارحبوا انا كنت البقاء يا رجال البقاء الله يجعلها ترحب الف والله يرحب سلام من ضلعك يا محمد جابر ويا هادي اسمع 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 ادخل جوله عشان ما يرسلوننا ادخل جوله يلا حيه الله يبقيك يا ولد فين انت يا ولد الله الله موجودين يا ابو مرعي الوعد الوعد ايش صار عليه ترى قربت حراويه انا انتظر الرساله انتظرك ترسل لي بس انا جاهز الفكي جاهز كل شيء جاهز الافيو جاهز كل شيء جاهز خلاص تم يلا حيه اي صوتك وين راح يا ولد الو ابو مرعي مرحبتي جاء فيها طلبات وواسطات انا طالبك بنجيبهم بيدك علي بيدك ايش بك والله انك عزيز والله على خاتم يبشر ها اطلع من الجوله كيف اطلع هل انت متاكد من رغبتك في انهاء التحدي ايوه اقبل الغبي خليه يرسل دقيقه لا خلاص والله دقيقه برسله
سمعوني الربع في صوت. دقيقة بجيبه دقيقة. ايش رايك بحركة اسمي يا بسام؟ والله ما انا داعي الحركة. لا انا خليه يجي يعتذر لك الحين ابشر. اي والله يا اخي الواحد يستحي. والله تم. يا اخي الرجال حتى في الخصومة يجي رجال. الرجال لا سمع ترحيبة الرجال في رد عليها. هل سمعت يا بسام؟ نعم صحيح. عنده شو اسمه مايك معطيني ميوت وبعد معطيني ميوت. عندك كبير. المايك يا غبي فك المايك مسكر. فك المايك. والله بجيح. شو بدك بالكلام اسمه. ها سمعت يا بسام؟ ليه؟ فالرجال لا رحب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام سنة ورد واجب يا تعبان. اللي ما يرد السلام ما في خير. أنت سمعت يا بسام؟ لكن والله ما ودي أعلم العرب المرجلة هم عارفينها لكن خلها مثل ما هي عليه. تم تم. لا إله إلا الله ومحمد رسول الله رد السلام يا مسلم أنت وياه. أما الرجال طالبينك رد الترحيب. أبو مرعي طالبينك مطلوب. عزيز الله يرحمه والديك. يا رجال تم. تتعلقك أنت وياه. والله أنا عشانك. تم. واجيب خوي والله أنا عشانك يا بسام. والله أنا عشانك يا بسام. أما أنت يا السعنوني. أسمع. يا المضغة. يا المضغة. يا مضاغه والله لا اندرى من ضلعك طال الزمان ولا قصر. خلي يجيب فرعون يجي دقيقه جيب الهيكل حقك جبه خلنا نشخص حالته. انا احب هيكولي والله. ابو جاب مرحبا بك يا ابو جاب. هادي الرجال استعملها يا مشعل. وجابك كيف الحال؟ ارحب مبارك ارحب. اسمح الله يسلمك. كيف الحال؟ مبارك معزز ومكرم ولا قلنا له شيء لكن تعال انت يا الصغير تعال. اصبر عليك. لا تعال. اصبر عليك. مالك منه يا مشعل. ابطت عليك ان كان بالغصب ابطت عليك الرجال مقدر عندي انا اما بالغصب تعال يا ابو راشد حطه مع الصدام. الصدام ابو الضارب. الصدام هادي تبغاني اعلمك المرجله ولا انت خابرها؟ اعلمك المرجله. دم مبارك ابن عمي فانا عارفها. اعلم كل مرجله ابو منعي. خال مبارك يعلم كل مرجله. لا جاك حد يرحب رد الترحيب يا ابو منعي. اي علم يا مبارك. لا تبقى يا ابو منعي. دقيقه انا فيك منعي. وجهه قمر لبيه. اسمع احتزم للثنادي. انا ما شلت هم الجوله ما دامني معك. ما شلت شروا بس سعد. اما السعان دولي متى راوي يتكبسون يا اخوان؟ الله ان شاء الله نحط قدام يا بسام انتم مشى. اظهر هو ليه؟ هذا بطشت يا محمد جابر. اي ما سمعتك يا الشير. يا سنافي يا سنافي اشتقت لك. الله يعصبك يا شيخ. الله حيه. الله يعصبك. ودك بالمرجله ولا بدون؟ والله اللي مشتاق لك. لا بالمرجله ما مع شرها. ترى هادي والله انا حلو من غير مرجله. والله المرجله عسير عليك يا ابو راضي يجعلني فداك. الحمد لله على كل حال هذا الموجود. الحمد لله. الو كم بارك عساك طيب يا ابو الدبل. دقيقه يا الربع جوهم شغلوا شيلات لين تخلص الجوله. بسام دقيقه بخمسهم. سام ارحب يا ابو مرعي ارحب. هم كذا يشغلون شيلات وكذا. ايه حمسون وحماس وشغل قوي. بس ما عليك بنفوز ان شاء الله. سوالف طيب. ها ما يسولفون هم كذا. عرفت اللي مره يا الربع سكر الدبل قفل الدبل لا يروح. ايه نفس الكلام. اي شيء يقوله بسام سوي زيي. ريتويت. ايه نفس الكلام بسام بالضبط. ريتويت يا الربع الجوله لا تروح ذي. هادي الجولة لا تروح يا هادي. الدبل بدأ الربع. الدبل ابن عاصم. يا ول البلشة هذه بدايتها. جود يمدينا ما عليك. كلي ثقة ارحبي. كلي ثقة باللي عندي ما عليك. الدبل يا الربع. الدبل لا يروح. حلم يوت حلو. طيب بسام تعال سولف معي. بسام قد شفت هيك العظمي يبتسم. حصة شكرا. حيكم. حيك يا لطيفة. حيك. كيف حالكم متابعين؟ حيك. كبس يا الربع. حيك. يا الربع لا يروح. يمديكم في الدبل.
مش هذا تاكل فصول. يطلع عندكم صوت مثل السام، يطلع صوت عندكم. ايه يطلع يطلع صوتك واضح. لا قصدي فصل. لا لا ما عليك، خذ راحتك. ايه ولد سالف يا اخوي، سالف يا اخي يا ليل الليل يا محمد جابر. كسرك ونحبب البسام في محفلنا وانت قهوة عقب غبنك كيف ناوقنا دائعا وتعرفنا كيف كنت وكنا اللي تهيض متابعين هاي محمد. انا محمد. ها لبي يا ابو امري، عيوني الزرق لبي يا اخي، سولف معنا يا اخي. يا لبي يا ابو امري، دقيقة بس معطي اذاء ميوت. لبي الله يسلم. ابد خو راحتك ابو، اخبارك يا محمد جابر؟ والله ابشرك يا ابو امري علومك يا اخي. ايش فيك بشغل شيلات يا ولد كذا؟ الربع